الترتيب العالمي في مجال سرعة تدفق الإنترنت حسب تصنيف موقع نتندكس الأمريكي المتخصص في جمع المعلومات. أين الخلل وما هو المطلوب لتحسين خدمة الإنترنت؟ نتابع مع حسن جزائري. الجزائر في المركز 167 عالميا من حيث سرعة تدفق الإنترنت حسب تصنيف موقع نت أندكس الأمريكي المتخصص في جمع المعلومات حول سرعة الإنترنت في العالم. الجزائر دون مفاجأة في ذيل الترتيب العالمي. الجزائر تحتل مراتب جد متأخرة في سرعة تدفق الإنترنت سواء على المستوى العربي أو المستوى الدولي. دولة مثل السودان أو جيبوتي أو ليبيا الغارقة في حروب سرعة الإنترنت فيها عالية جدا. في الجزائر لا يزال المواطن يعاني حتى مع الأبجديات الأولى للحصول على الإنترنت. Je demande une téléphonique pour me permettre l'accès à Internet depuis 2011, mais l'installation jusqu'à aujourd'hui n'est pas effective. تدفق لا يتعدى 2 ميجا بايت. الخبراء يؤكدون أن الجزائر يمكن أن توفر الأفضل بحسب إمكانياتها، لكن المطلوب هو خلق مجال للخواص لتحسين الخدمات بفعل عامل المنافسة. لا يوجد هنالك رغبة سياسية قوية واضحة. الجزائر تحاول أن تحمي ما استطاعت المتعامل العمومي في خدمة الإنترنت، فلو فتحت السوق لمتعاملين خواص في توريد خدمة الإنترنت لشاهدنا منافسة عالية جدا. تذبذب في الشبكة وانقطاعات متكررة تثير حفيظة الجزائريين وتجعلهم يصبون جام غضبهم على الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر، ويرون أن الوضع الحالي للبلاد بعيد كل البعد عن التطور الحاصل في العالم. مازال ما لحقنا الدي بي اللي نقدروا نقارنوه مع البلدان الاخرى، مازلنا نعتمدوا على اوبيراتور واحد. صافي 20 جور لا كونيكسيون ما عنديش في الدار. التيليشارجمون صعب شويه، ماشي خفيف، ماشي كامل خفيف. باسكو شغل كاين صعوبه باش التيليشارج. خدمات بدائيه، مواطن يتوق للافضل في زمن سرعه المعلومه وحرب التكنولوجيا. ونبقى في مجال التكنولوجيا، الجزائر في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في مجال القرصنة، مواقع الويب، الأفلام وكذا الألعاب.